رجعنا لكم من جديد في زون ميكس بون. انا وجلسة نحكيو على فان دايك، تو بعد نقول لكم علاش نحكيو على ملاعب تونسي يلعب ينجم يلعب مع فان دايك هكا ولا جيس. مرحبا بك من جديد جيس الخميري. باهي نحكيو شويه على وضعيتك اليوم في فانكوفر. بون برشا عباد يسخايبوا معاك جيس في الفريق هذا، خاصه عندك مده نشوف فيك في تونس، عباد تتابع فيك على انستغرام، نشوف فيك في ستوريات في تونس، غادي واضح لنا الوضعيه بالضبط جيس. الوضعيه اسلام اللي هي معناتها الشامبيونان تاعنا باش توخر شوي نورمال اللي ترجع في فيفري على الكوفيد. صحيح ديجا احنا كي رجعنا زاد كملنا ماتشاتنا ودخلنا فايت كيما نقولوا احنا في ما كملناش في الدات المعينه اللي حطتها الملاس. كملتوها مزروبين ولا قصيتوا ولا شنو؟ قصينا ورجعنا وعاودنا قصينا ورجعنا. باهي قسمت على اربع مرات. حاسين الوضعيه نتاعي اللي هي ما ثم حتى شيء جديد، مازلت ضمن الجمعيه. اما جوست معناتها الفاكونس تاعي طاولت شويه على خاطر باش نرجعوا مؤخر، هذيك هي معناتها نورمال نرجعوا في فيفري. دونك كيف كنت كيف لقيت الملاعبين الكل نتاع فريق معناتها؟ اي الكل الكل. كنت مازلت سو كونترا يوفا في جانفي وفي اوبسيون داشان بعام اخر هكا ولا؟ في اوبسيون بعام اخر. باهي باهي السيزون اللي فات جيسون ما كانت ولا بد. اخر ماتش انا تابعت شويه لعبته 23 جويليا ظهر لي، ربحته وقتها في نيمبليس شيكاغو، خرجك المدرب قمايون في الميتون الاول. الماتش اللي قبله كيف كيف ما كملتوش، خرجت دقيقة 73 سبب في بينتي ظهر لي. الماتش اللي قبله ما عرفش مع شكون ما عليناش حاصل. شيكاغو الماتش اللي قبلت شيكاغو ما كملتوش، خرجت دقيقة 73 سببت في بينتي، خذيت فيه كارتون زي كان تفكر. لا ما خرجتش فيه كملت الكل في فلاس كل على كل موجود ما كملتوش. اي باهي شنو وضعيتك معناتها الكرويه؟ شنو معناتها توا علاقتك بالمدرب نتاعك؟ علاش ما لعبتش ماتشات الاخرانيين؟ كيما قلت لك اسلام ديجا بعد الماتش هذاك لعبنا كونتر شيكاغو خرج فيه بريسك وقت قريب يوفا الميتون، عاودت عملت وقتها تضربت على ركبتي خرجت بلوسيو. في التصوير كنت نجم تعديها ولا حتى الفيديو موجود وقتها. ركزت على الركبه نتاعي هذيك نفس اللي عملت عليها عمليه. قعدت وقت جمعتين ولا حاجه كيما هكا. عاودت رجعت من جديد ومن بعدها اول ما عاودت ما رجعت نكور نعمل قبل الماتش بجمعه وقت عملت دورس جراف. شنو حكايتك مع الاصابات؟ سيدي انا ما زين كنت نحكي لك في هذا الكواليس خويا. يحكي لي شنو صار؟ نحن حكينا في الكواليس وما نحبش نحكي في الموضوع. ما تحبش تحكي في الموضوع هذاك؟ خلي العباد تفهم وتشوف، خاطر برشا كي مشيت غادي بليسيور، كي بديت تظهر هكا والعباد تحكي عليك بليسيور واحد اخر. سبحان الله شفت معناتها كل ما نعمل با باهي يصير لي حاجه، كل نعمل با باهي يصير لي حاجه. كان كي روحت لتونس لاني عملت رقية حسيت روحي تفرجت شوي، ديجا ما حكيت لك الكواليس من غير ما نعاود نرجع. كي عملت رقية حسيت روحك سافا خير شويه معناها. تي ما نحكي في شيء اختنا منه. باهي كل شيء يا خويا ما تحبش تحكي فيه. ما تحبش تحكي فيه زاد ده كل وقت يجي وقتك. المهم اليوم سافا تحس في روحك معناتها تجاوزت الانتورس اللي عملتها كيفاش؟ تجاوزت وقتها ديجا قعدت قريب شهر وقتها ديجا كملنا وقت البريود هذيك نلعب وقت حد ثلاثة حد ثلاثة حد ثلاثة. كملت وقتها في شهر وقتها كملناها شفنا الماتشات اللي قعدوا وجيت معاك ناسيونال وقتها. ما عادش بليسي ولا حاجة سافا؟ لا 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 ديجا قلت لك اخر ستاج وقتها معاك ناسيونال. هذيك كان بعد ضربه كي جيت معاه كلمني وقت قال لي مازال وقت تلاقيك سافا ولا قلت له سافا رجعت عملت بريباراسيون عملت كل شيء. وجهتك وين باش تكون؟ اليوم وين باش تكون الوجهه نتاعك؟ الوجهه نتاعي مازلت على ما قلت لك ضمن الجمعيه مازال لي عام في الكونترا و ثم حاجه ان شاء الله ربي يسهل فيها وما كانش راني نقعد مع جمعيتي. وين تشوف روحك انت من هنا قدام؟ معناها قصدي وين تحب؟ ما قلتلكش متحفظ راسك برشا انت ما حبيتش تعطيني حتى شيء اليوم، على الاقل قول لي وين تحب وين تشوف روحك؟ وين انا مرتاح ونلقى راحتي خويا. خليج مثلا؟ وين انا مرتاح ونلقى راحتي. اوروبا مثلا؟ طموحاتك شنو هي جاسر؟ بالطبيعه كاين بلاعبي معناتها سيرتو اكسيال لان نحب نلعب في ايطاليا هذيك معناتها ما فيهاش كلام. تحب تكون في ايطاليا معناها؟ فما حاجه قبل انت والوكيل نتاعك حكيتوا على فما حاجه من ايطاليا كانت. إيه في اورانج فود ظهر اذا حكيتوا على وقتها اوفر من ايطاليا كان فما نيغوسياسيون ولا حاجه هكا. اي اوفر مش هو جمله زي نتاع
ما ذاك يعني مش هو جمله وكا من نواحي الرياضية المادية شنو مش هو؟ مادية وحتى رياضية وقتها جماعية مرتعبة شوي. به على ذاك ما قبلتوش لو في ذاك. ما تنجمش تقدم معناتها. به اليوم فما حاجة ولا مازال ما نقول لك ثم حاجة تيبس لي ما شاء الله ربي يسهل فيها كي ما تعملش باش ناخذ مع جامعتي. لاعب ديفيس نتاع البايرن لعب معاك؟ خلطت عليه وقت ترينا معايا شهر. اي خذته من فانكوفر زاد. عندك معاه ولا لا عندك ما كنت صاحب انت وياه؟ شهر ما كي يجي في الفاكونس طفل صاحبي هذا يكور معايا غاديك صحابه وياه معناتها تعشينا معنا مرتين. عليها العينين الكيب نتاعك تشوف مثل البايرن تاخذ منها ظهر لي معناتها كيب محترمه جدا. وبيان تو زاد ثم طفل صغير باش يمشي للبي اس في. طبعا فيها برشا معناتها تبع فيها برشا من الاوروبا الجماعي. وهو جماعي سخونه كما يقولوا. وهو ظهر لي عمل باركور كبير برشا في البايرن من اللي طلع ما قعدش حتى برشا فك بلاصتو ولا يكور. تشامبيونز ليغ الناس الكل شفنا المساهمه نتاعو زاده. هو حتى كي سالت حتى ملاعبي اصحابه سالت شكون من الاداره قالوا لنا طفل فيه موهبه من اللي هو صغير معناتها يشوفوا معناتها في لونترينمون كيفاش وفي الماتشات كيفاش. هو اللي يعرف قصته ظهر لي جاي لاجئ من ليبيريا ابوه وامه هاربين من الحرب حاجه هكا من ليبيريا جايين معناها. قدوه الطفل هذاك عندي انا اخويا. كيفاش وصل لك هيك اخويا كيفاش كان وكيفاش ولا. انا عندي انا قدوه. نحكي شويه على كيفاش منال. نحكي في اللي تحب عليه. اخر لا مش في اللي تحب عليه انت خويا متحفظ برشا ما حبيتش تعطيني شيء اليوم. المنتخب وجه لك الدعوه منذ الكبير اخر ستاج تقريبا قبل الاخر ستاج كنت موجود في المنتخب. ايه علاش ما قعدتش في المنتخب وقتها؟ خرجت ما مشيتش مع ليكيب ناسيونال ظهر لي بعد. لا علاش نفسر لك حاجه ستاج وقت اللي جيت فيه ستاج اللي بعده باش نمشي وقتها باش نمشي للنمسا باش نلعبوا كتر نيجيريا. هم الولاد وقتها عطاو قبلي باسبور. انا كي جيت عطيت باسبوري وقت السفارة فرنسا عطيته اليوم اليوم تغدو سكروا السفارة رجعوهولي هذاك هو البروبليم اللي صار معناتها ثم بعد ما تعرفوش فيزا ما حضرتش معناها دونك وليت قعدت فهمتك معناتها ما كانش فما ما كانش فما مشكل ولا حاجة صحيح والستاج اللي من بعده ومن بعد جمعتين هكاك ولا بالضبط كي انا روحت غاديك حتى جمعيتي في بلاش معناتها باش نعمل حجر معناتها قبل 12 يوم مشينا غاديك كلموا لما ليس قالوا لهم اي ملاعب يمشي كيما ناسيونال باش يعمل حجر. خلاص قلت لي فاك 12 يوم 12 يوم قعد منهم ثلاث ايام وقتها بعد ستاج. دونك انا كونترولير ما نعيطلكش. فهمت. ماكش حاضر. معناها كلمك حاب يشوف وضعيتك انت حكيت له الحكايه هذه دونك ما نجمش عارف. في بالهم هم يعطيهم الصح اخوي ديما معايا بالتليفون. يسالوا لي حتى ميساجات. ديما معايا حسوني انا قريب معناتها في الجروب. هذه حاجة باهية معناتها تخليك ديما عندك لونفي باش تجي لونفيك ناشونال مع شكون الكونتاكت أكثر مدرب منذ كبير عادل سليم شكون يحكي تحكي معاه أكثر؟ والله الزوز الزوز شنو الميساج حطوه لك عداه لك شنو يحكوا معاك بالضبط حاطينك في بالهم شنو بالضبط؟ بالله شنو نقول لك معناتها احنا عايشين كي تشوف معناتها الامبيونس في وسط الجروب تحس روحك حتى كي ما تجيش في ستاج تتوحش بسيف هذا باش تجي فهمت فهمتك ايه وديما يحطوك في الاطار ديما من الاخر اكثر من العائله ونجم نقول لك حتى شيء اخر وهما حتى بالكلمه الباهيه ديما يعاونوك حتى بالكلمه الباهيه حتى ماكش في امورك ماكش في ديما معاك حتى من العبايه من غير ما نذكر الاسامي يعطيهم الصحه ديما يسالوا ديما راك معانا نحب الاسامي شكون يسال عليك؟ هما ما يحبوش اقرب واحد ليك شكون؟ هما ما يحبوش هي اقرب واحد ليك شكون؟ شنو هما ما يحبوش يا اخي؟ هما ما يحبوش قلت لك فاش يعملوا في حياتهم قلت لك شكون اقرب واحد ليك؟ ثم برشا والله لا يحبوا تسمعني ما تحطنيش في الاحراج اي خويا ايش عندنا فيهم اي كل شيء اليوم ما يحبوش ما نعطيكش ما نقولكش لا قلت لك انا يجي في وقت والله ما نحطهم الكل نجيب لك الدوس يقول لك ها 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 باهي نحكيو شويه على اللعبه الاولمبيه علاش منتخبنا ما وصلش اول حاجه وانت ما كنتش موجود في المنتخب في الوقت اللي حشتنا بيك وفي الوقت اللي كنت موجود في انت في التصفيات وموجود في التصفيات التحضيرات وكنت من العباد اللي كنت موجود في المنتخب علاش في وقت الماتش نتاع التاهيلي هذاك مع قبل ما كنتش موجود هذيك هي البريود نحكي لك عليها سلام قلت لك وقت نتاع ركضي مضروب معناها وقت معناتها سينو كنت الضربه اللي فسدت لي برشا حاجات كنت معناتها كنت ما نجمش حتى نكون غادي تو في بلاصه اخرى معناتها كان بديت من الاول ما غاديك حبيت بديت تذكرني برشا حاجات اللي بديت خسرتك في برشا وقت برشا برشا وقت خويا وبرشا حاجات شنو تتذكر قعدت من البريود هذيك؟
كي قعدت نتذكر كان حد شيء ولا نذكر حد شيء جست تعود في نفس النهار وتشوف اصحابك تجري ومخي تعب وقت برد هذيك اصلا تشوف اصحابك تجري عبيت تلعب الماتشوات ومغاديك كيف ناسيونال و برشا برشا حاجات تدخل بعضك معناتها تبعت كل الماتش هذاك نتاع الكاميرون بالطبيعة تقوم تطلب الذمة وقت الصباح وقت الوقت مش كيف هذا غالب اما زاد كي جينا كاملين راه ما نجم نعملوا حاجة باهرة عندنا جروب باهي على الاخر كنت موجود كنت تنجم تعاون اكثر ما نعاونش حتى بالكرة نجم حتى نعاون في الجروب بالكلمة الباهية ما نعرفش احكي لك ثم لاعبين كان نجموا يجوا معانا كيما شكون؟ برشا كيما بسام كيما برشا برشا بسام السلافي كان موجود اي نعرف كان موجود وقت هو كان نجم حتى يجيبوه معنا قبل فهمت باش حتى انت ملاعبي تحطه مع جروب عمر ما ترينا معاهم بالطبيعه مش يعطيك شيء يا ما يعرف يعني تعرفوا بعضكم اللي صغار صحيح ما بدل الجروب تبدل مش بدل نفسه. برشا راه صحيح فهمت انا بلا بسام وقتها كان لعب معاه وقت الملعبيه اللي نسين نسين لعب معاه وقتها كنا نجموا نعملوا حاجه به بي قبلك حكينا في الكواليس في مقابلة إيطاليا كان معاك عمر رقيق لاعب اللي توا صح في أرسنال شو نجم نقول شو تشكر لنا على اللاعب هذا جيس عمر أنا من أول مرة جاي معنا شفت فيه حاجة سبيسيال طول هذيك لعبه نتاع واحد ما عرفش مش في البلاصة اللي هو فيها هكا اكزاكتومون هذاك اللي صار معنا حسب وانا نصور معناتها ان شاء الله معناتها يحاولوا يقنعوه حتى الجامعه نتاعنا بكل الطرق معناتها باش يجي معنا خاطر باش يعاوننا برشا 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 قدام. انت تعرف هذا الملاعب حسب ما حكيت معاه عنده اون في عنده رغبه باش يلعب مع تونس. اي. مازلتوا كونتاكت عنده الرغبه ومام تو كي شفته معناتها اخر مره عطولك الناسيونال تاع هولندا مشى ما تفهم شيء. اخر مره وقتاش؟ لا ما مشيش عنده مده هو اخر مره عمل الفيديو حتى في ستاج الاخر نتاع الكاس عمل الفيديو بعث فيديو للتوانس حكي في بالعرس تبع ولا حكي قال معناتها ما جاش خاطر جوست قاعد يقعد في مونو مع ارسنال ستاج جاب مش ستاج هذاك نحكي لك على ستاج اخر قديم بعد ستاج نتاع الاولمبيك اي وقتها مشى مع هولندا صحيح هاي اما تتبدل المعطيات ديجا نحكي معاه انا نوريك حتى التليفون قاعد نحكي كونتاكت انا وياه شي يقول لك مثلا على الحكايه هذه ما لا بصراحه مش بدناش الموضوع ما جبت لي فكرة دي كل بالين بعض انت كي تحكي معاه في مخه شنو تونسي هولندي شنو يحكي معك بلتحب يحكي معك انجليزي تونسي بلتحب صارت طرفة في الماتش هذاك نتاع ايطاليا في الاوتيل مع هو بالذات هذه العصفورة قلت لك ايه العصفورة هذه وصلت لك احكي لنا عليها شنو صار هما ربي هدينا وقت عندنا جروب بي ما فهمت ايه واللي يجي في جديد في الجروب مش فاهم شيء هو ما كل انت يعني بالجواب تاعنا جاي معنا في الجروب جاي واحد لا علينا فيه يعني صافية تو قال له تحب لو ترير بري حبك قال له برمشي يقول له الكلمة هذه بكذا وكذا اللي هي كلمة خايبة بين قوسين بين قوسين هو ماشي 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 خويا مالك ايه في الاخر خويا مشى خطف شبور خلو يدي يزي وبعد سبع بيع الكابتن سي شكري خطوي يذكر بكير ديجا والله اذا ذاك اجبد لي عليها ما عنديش حتى بريود خلي شنية يحبل لي الكلمة بين قوسين عيطولي حبل لي نسي ميركا زاري تعرف وي خلي شنو الكلمة قلت له برجولي كابتن رمشوش شو قولي لك كان قالي لك واحد من الوليد قالي لك انا ما نجبش ديما شدي لي كل ما يعرض يقول لي باهي 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 كلمة على الستاد جاسر شنو رايك فريق اليوم؟ خويا انا متفاجئ بالروندمون باهي معناها شنو؟ كجروب جديد تعمل هكاك وتحسوا معناتها جروب عنده برشا لعب مع بعضه حاجة ما هي سهلة مش حتى السيزون هذه حتى السيزون اللي فات تمشي لبعيد ستاد سناء ولا جوست هذاك وسط المليون تابلو ولا يعني خويا خليني نشوف فيك كنت تكمل هكاك نجم تلعب معناتها فما الخامسة يا البقلاوة خويا شنو نقول لك انا نتمنى لها حتى الأولى اما ان شاء الله خويا تكمل هكا لا الخامسة معناها اللقب الخامس معناها ممكن مش الأول البطولة الخامسة نقصد يا خويا شنو نقول لك احكي لوجيك ما هي صعيبة
هي صعيبة. أما زاد ما ثم مش حد شيء مستحيل في الكورة. إن شاء الله. بالتوفيق للملعب التونسي وبقية الفرق وبالتوفيق لك أنت جيس. نكملوا مع آخر بريك في الحصة نتاعنا لوكويز. لوكويز. مجموعة من الأسئلة تجاوب من غير ما تخمم برشا وتجاوبني جيس. سمحتك برشا في الحصة الكل تو تجاوبني. شكون اليوم أحسن لاعب تونسي تعتبر؟ أحسن لاعب تونسي؟ دليل برمضان. أفضل لاعب في تاريخ تونس. ولا نقولوا على الأقل اللي خلط عليهم أنت. ما نجمش نجيبك على التاريخ ما اللي خلطت عليهم يوسف. يوسف المساكني احسن مدافع تونسي اكسيا حاليا ولا قبل؟ تو ياسين مريح. في تاريخ تونس اللي خلط عليهم انت ديما بدروج عادي. احسن لاعب في استاد تو. احسن لاعب في استاد ليت ملك بنحكيها كارقام. اللاعب اللي تشوفه تو في بطولتنا قادر ينجح في البرا في تونس في اوروبا ولا في الامارات ولا في حاجه هكا. تدريب رمضان. شكون اقرب لاعب ليك؟ وين في تونس؟ اقرب اون جينيرال لاعب قريب لك. في تونس ولا خارج تونس؟ في تونس باهي. برشا. من بناني؟ باهي. افضل مدرب تونسي. افضل مدرب تونسي. نتعداو جوكير واحد تبعي ما عادش نعطيك غير. افضل مدرب تبعيت عنده فاني تريني. مدرب عنده فضل عليك اسعد ريدي مير كانزاري. ماتش ما تنساش. ماتش ما تنساش يقعد في بالك. ماتش ايطاليا اللي حل الابواب. بونتو ما تنساش. اول ماتش مع البقلاوة. اول بونتو مع البقلاوة ضد المستيرة. احلى بونتو ماركيته. بونتو مزيان. هذاك هو في نكهة خاصة. أول بونتو وأحسن بونتو في دقيقة في وقت باهي. بونتو تمنيت لو كان أنتي ماركيتو. الدون كتر بوفان. شكون أقوى جمهور في تونس؟ بقلاوة. إيش بيك تضحك؟ ها؟ علاش تضحك؟ سمو خاطر حليت عيني فيه ما نجم نقول حتى شيخ. باهي أقرب جمعية لقلبك بعد الستاد. زمان يتميل لها شوية هك. اضرب لي بجوكر اخر. لا لا اعطيتك واحد تو وعطيتك برشا في وسط الحصة وما عادش نجم نعطيك حتى واحد. اضرب لي بجوكر اخر. ليه قلنا ليه؟ عطيه. باهي ما عادش نعطيك واحد اخر. صار مازالو؟ اي مازال. في الدربي الكل يبغي يسبيرون شكون تشجع؟ زوز. ما فماش واحد تشجع زوز. باي ما عادش عندي برشا وقت. زوز اعطيني واحدة. زوز ماكش تجاوبني زاد. تعبتني خويا اليوم تعبتني. احسن لاعب في العالم شكون؟ ميسي. واحسن مدرب؟ كلوب. انت جاي خممت قلت زعما شنو يسالني؟ خممت من تو عندي عليك فكرة سلام. عندك عليك فكرة؟ شنو هي الفكرة عندك؟ ها؟ شنو هي الفكرة اللي عندك؟ عندك كور رقم من الدراجة خويا. كانت هذه لوكويز. لوكويز. جاسر شرفتنا اليوم بحضورك هذيك الساعة خليك في الآخر كان تحب تقول حاجة. حاب نقول لك ساعة شكرا على الاستضافة. مرحبا. وفرحان برشا جيت بحذاك اللي عندك برشا زاد حاب نقول تتصل بيا ما راني بالحق ما شفتوش. مرحبا. مش وفرحان برشا اللي جيت بحذاك مرة أخرى. وعندي ديتيكاس. كان بين قوسين. لشكون مدام؟ ليوسف بن علي. نسخن هو مضروب توا مع المنتخب قاعد يلعب. ما لعبش الماتش هذا ان شاء الله حظ اوفر الماتش. نسلموا عليه برشا وبعث لي ميساج قول له باش نجاوبك كان يسمع. صحاب انت يوسف؟ بالكدا. نسلم عليه تحية ليه. وان شاء الله بشفاء تقدر صاحبي امين بناني اللي هو مريض بالكورونا. ان شاء الله ربي يشفيه ويشفي توينس الكل المصابين بكوفيد 19. شكرا على باشا في الاخراج. شكرا ايضا ادم اللي عمل لكم لايف ستريمينغ على الفيسبوك. نتقابلوا السبت الجاي في زون ميكست.